هذا العرض سنقوم بحل مجموعة من الأمثلة التي تتعامل مع الخطوط المتوازية والمتعامدة. إذن لدينا خطوط متوازية، خطوط متعامدة، وبالطبع يوجد خطوط لا تكون متوازية أو متعامدة. بقليل من المراجعة، إذا كنت قد رأيت من قبل خطوط متوازية حيث أنها لا تتقاطع، دعوني أرسم بعض المحاور. إذا كانت هذه المحاور الديكارتية، هذا محور X وهذا محور Y. إذا كان هذا الخط الذي أرسمه باللون الأرجواني خط موازي يبدو هكذا، إنه ليس نفس الخط لكن لديهم الميل نفسه. إذا تحرك هذا بمقدار معين، إذا كان التغير في Y مقسوما على التغير في X عبارة عن مقدار معين، فيكون لهذين الخطين نفس المقدار، ولهذا السبب هما لا يتقاطعان، إذن لديهما الميل نفسه. الخطوط المتوازية لديها نفس الميل. الخطوط المتعامدة اعتمادا على كيفية رؤيتك لها، إنها نوعا ما تكون على العكس من ذلك. دعونا نفترض أن هذا خط، والخط المتعامد عليه لن يقاطع الخط فقط بل سيقاطعه بزاوية قائمة، أي بزاوية 90 درجة، ولن أقوم بإثبات هذا لكم هنا لأنني في الواقع قمت بإثباته في عرض الجبر الخطي، لكن ميل الخط المتعامد، دعونا نفترض أن هذا واحدا، ولنفترض أن الخط الأصفر لديه الميل M هنا، ثم هذا الخط البرتقالي عمودي على الخط الأصفر ويكون ميله ناقص واحد على M، ميلاهما سيكون المعكوس السالب كل منهما للآخر. الآن بالاستعانة بهذه المعلومات، دعونا ننظر إلى مجموعة من الخطوط ونجد إذا كانت متوازية أو إذا كانت متعامدة أو لا شيء مما ذكر. وللقيام بذلك علينا أن نبقى ننظر إلى الميل لنرى. قيل لنا أن خط ما يمر خلال النقاط 4 مع سالب 3 وسالب 8 مع 0، والآخر يمر بالنقاط سالب 1 مع سالب 1 وسالب 2 مع 6. دعونا نجد ميل كل من هذه الخطوط. سأجد أولا ميل الخط الوردي، الميل هنا الخط 1، سأسميه الميل 1. الميل 1 هو حسنا، سأخذ هذه على أنها نقطة النهاية. إذن دلتا Y مقسومة على دلتا X، سالب 3 ناقص 0 مقسومة على 4 ناقص سالب 8. البسط يساوي سالب 3، والمقام يساوي 4 زائد 8 ويساوي 12، تساوي سالب 3 على 12 تساوي سالب 1 على 4. قسمنا كل من البسط والمقام على 3. هذا هو الخط، هذا الخط الأول. الآن ماذا عن الخط الثاني؟ ميل الخط الثاني هو، دعونا نأخذ سالب 1 ناقص 6 مقسومة على سالب 1 ناقص سالب 2. البسط يساوي سالب 1 ناقص 6 يساوي سالب 7، والمقام سالب 1 زائد 2 أي يساوي 1، إذن الميل هو سالب 7. إذن هنا ميلاهما ليسا متساويين، إذن هما غير متوازيين ولهما المعكوس السالب كل منهما للآخر، إذن هما ليسا متوازيين وكذلك هما ليسا متعامدين. إذن هذان الخطان يتقاطعان لكنهما لن يتقاطعان بزاوية 90 درجة. دعونا نحل المزيد من هذه الأسئلة. لدي هنا مرة أخرى خط يمر بهذه النقاط، ثم الخط الآخر يمر بهذه النقاط. دعونا ننظر إلى ميلاهما. هذا الخط الأخضر ما ميله؟ ميل الخط الأخضر سأسميه الخط الأول.
سنقول دعوني أرى، التغير في y هو سالب 2 ناقص 14، والتغير في x هو 1 ناقص سالب 3. إذا ناقص 2 ناقص 14 تساوي ناقص 16، ثم 1 ناقص سالب 3 تساوي 4. إذا ناقص 16 على 4 تساوي ناقص 4. الآن ما هو ميل الخط الثاني؟ إذا لدينا ميل الخط الثاني هذا، دلتا y مقسومة على دلتا x تساوي 5 ناقص سالب 3 مقسومة على ناقص 2 ناقص 0. 5 ناقص سالب 3 تساوي 5 زائد 3 وتساوي 8. ناقص 2 ناقص 0 تساوي ناقص 2، إذن يساوي 8 على ناقص 2 ويساوي ناقص 4. إذن هذان الخطان متوازيان لديهما نفس الميل. وأنصحكم أن تجدوا معادلات كل من هذه الخطوط وتقوموا بتمثيل كل منها وتثبتوا لأنفسكم أنهما متوازيان. دعونا نفعل هذا مرة أخرى، هذا التمرين عن إيجاد الميل. هذا الخط الوردي لديه هذه النقاط، دعونا نجد ميله. ميل الخط الأول، يمر الخط بهذه النقاط. دعونا نرى، 3 ناقص سالب 3 هذا التغير في y مقسوم على 3 ناقص سالب 6، وهذا يعادل 3 زائد 3 أي 6، التقسيم 3 زائد 6 أي 9. إذن ميل الخط الأول هو 6 على 9 ويساوي 2 على 3. ما هو ميل الخط الثاني؟ وهو الخط الآخر الذي يمر بهذه النقاط. إذن ميل الخط الثاني دعونا نرى، يمكن أن نقول ناقص 8 ناقص 4 مقسومة على 2 ناقص سالب 6. كم يساوي؟ ناقص 8 ناقص 4 تساوي ناقص 12. 2 ناقص سالب 6 تساوي 2 زائد 6 وتساوي 8. إذا ناقص 12 على 8. إذا قسمنا البسط والمقام على 4، ناقص 3 على 2. لاحظوا هذان سالبان عكس بعضهما. إذا أخذت سالب 1 تقسيم 2 على 3 فهذا يساوي سالب 1 ضرب 3 على 2 ويساوي سالب 3 على 2. كل واحدة عبارة عن المعكوس السالب للآخر. نقلب البسط والمقام ونجعلهم سالبين، وبهذا يساويان بعضهما. إذن هذان الخطان متعامدان. وأنصحكم أن تجدوا معادلات كل من هذه الخطوط وأن تقوموا بتعيينها وأن تثبتوا لأنفسكم أنهما متعامدان. دعونا نحل واحدة أخرى. أوجدوا معادلة الخط العمودي على هذا الخط والذي يمر بالنقطة 2 مع 8. أول جزء من المعلومة أنه عمودي على ذلك الخط الموجود هناك، ماذا يوضح لنا؟ حسنا، إذا كان عموديا على هذا الخط فميله يجب أن يكون المعكوس السالب لـ2 على 5. دعوني أكتبه بلون أخضر جميل، المعكوس السالب لـ2 على 5. إذا كان ميل هذا الخط هو 2 على 5، معادلة الخط الذي علينا إيجاده هو عمودي، ميله سيكون المعكوس السالب. إذن بدلا من 2 على 5 سيكون 5 على 2، وبدلا من أن يكون سالب سيكون موجب. إذن هذا هو المعكوس السالب لسالب 2 على 5. نأخذ الإشارة السالبة فتصبح موجبة ونقلب 5 وال 2 فنحصل على 5 على 2. إذن هذا يجب أن يكون الميل. يمكننا استخدام نموذج نقطة الميل هنا، إنه يمر بهذه النقطة، فلنستخدم نموذج نقطة الميل هذه، ويجب أن تكون على الخط.
واي ناقص ثمانية تساوي خمسة على اثنين مضروبة في اكس ناقص اثنين. وهذه معادلة الخط في نموذج نقطة الميل. إذا أردت أن تضعه في نموذج نقطة الميل يمكنك الاستعانة بالقليل من الجبر أو التلاعب الجبري. دعونا نوزع y ناقص 8 تساوي 5 على 2 x ناقص 5، ثم نضيف 8 لكلا الطرفين فنحصل على y تساوي 5 على 2 x زائد 3، حيث نضيف 8 إلى سالب 5 فنحصل على موجب 3، وانتهينا.